أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العاجل. ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا خصص لدراسة تحضيرات الانتخابات الرئاسية المقبلة. حضره السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024، وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا العاجل. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.